دكتور كده احنا بنتكلم عن السمنه المفرطه، والحقيقه ان السمنه المفرطه بتكون كابوس كبير جدا لناس كتير ونفسها فعلا تتخلص من السمنه المفرطه. احنا عايزين بدايه يا دكتور نقول امتى نقول ان دي سمنه مفرطه؟ هو مبدئيا كده السمنه ليها مشاكل كبيره جدا زي ما حضرتك قلت كده، في ناس عندها مشاكل كتير من السمنه مش عارفين يتخلصوا منها. امتى نقول ان المريض ده دخل في سمنه مفرطه؟ هو في حسبه بسيطه كده اسمها معدل كتله الجسم او البادي ماس اندكس او البي ام اي. ببساطه كده بنقسم الوزن على مربع الطول، لو طلع اكتر من 30 وعندنا مشاكل صحيه، عندنا مشاكل في المفاصل، عندنا مشاكل في الظهر، عندنا ضغط، عندنا سكر، ممكن نتوجه ان احنا نعمل عمليه. اكتر من 35 وما عندناش مشاكل صحيه، يعني مجرد ان الوزن سمنه مفرطه زي ما بنقول فوق 35، ده خلاص ممكن يتوجه انه يعمل عمليه من عمليات السمنه، على حسب بقى احنا بنختار الانسب ليها ايه. يعني هنا يا دكتور هنا بيلجا للتدخل الجراحي في وقت معين لما بيكون الوزن وصل. هو الطبيعي في معدل كتله الجسم من 22 ل 25، من 25 ل 30 ده وزن زايد، ده ممكن يتوجه انه يعمل دايت، ممكن يلعب رياضه، ممكن حتى لو في سمنه موضعيه او حاجه نعمل شفط دهون. اما فوق ال 30 ما عنده مشاكل صحيه بيبقى صعب جدا ان مع الدايت او الكلام ده كله ان هو ينزل وزنه المثالي تاني. طب يا دكتور الحقيقه في سؤال بيشغل اي مريض ممكن يكون مقبل على الخطوه دي، هنا مين اللي بيحدد العمليه؟ الدكتور ولا المريض؟ بص، هو مبدئيا الناس دلوقتي بقت عندها وعي شويه، هو بيجي لك بيقول ما شايف حد قريبه عمل العمليه، حد صاحبه، حد الكلام ده كله، فبيجي لك يقول لك انا عايز اعمل العمليه الفلانيه. بس انت بعد في المتابعه مع المريض تاخد منه تاريخ المرض بتاعه، بتشوف ايه مشاكله الصحيه، بتشوف هل في حاجه تمنع ان هو يعمل اي نوع من عمليات السمنه، وبتخ